من نحييكم راح تحضروا أحلى جلسة هلأ من ورجيكم. أنا اسمي نهلا الإمام من سوريا من دمشق. جيت على مصر بال 2012. طبعا كانت حياتي عادية. تعرفت على ناس طلبوا مني إني ساعدهم بالتعارف بين المصريين والسوريين، لأنه السوريين عم بيعانوا من يعني لسه خايفين من الجو ولسه جدد على الجو. فطبعا وافقت وتعرفت على كل الستات السوريين اللي موجودين بمنطقة فيصل والهرم، فحاولت إني يعني أعمل أي شيء ساعدهم. فما لقيت شغلة مشتركة بين الناس، بين الستات كلهم سواء أميين أو يعني دارسين، إلا هي الطبخ. فصرت أقول لهم مثلا تعالوا، أنا كنت صاحبي أنا وجيراني كتير، فقال لهم تعالوا عزمي جيراني على الأكل، تعالوا ساعدوني، تعالوا عملوا. أول كان مو بيزنس، كان محبة بس، وكبرت الدائرة، صرنا سوريين ومصريين وسودانيين، مجموعة كبيرة من الجنسيات. دخل معنا طبعا سيدات بيعملوا كروشيه، سيدات بيعملوا إتامين، سيدات بيعملوا صابون، سيدات. بس المشكلة إنه حاليا نحن عم نحاول إنه نطور أكثر بإنه نلاقي سوق للمنتجات بشكل عام، لكل المنتجات اللي موجودة عندنا. نحن الحقيقة البروجرام كان بالنسبة لي مفاجأة سعيدة جدا. أولا كتير استفدت منه، لأنه في شغلات كتير سواء من الفيديوهات سواء عن الاستدامة، هذا كان كتير يعني ممتاز. فصار عندي تطلعات أكثر وأفكار جديدة أكبر. كنا أول معرفانين كيف بدنا نأمن الأمور، لكن هلأ قدرنا نمشي على أرض ثابتة وبشكل واضح جدا. وأنا سعيدة جدا جدا وفخورة بالشيء اللي أخذته، وتعلمنا كتير شغلات. شكرا لكم. وصار عندنا نظام معين، نقدر عملنا سيستم معين نقدر نمشي عليه. شكرا كتير لكم.